يا ساتر يا اللخطة يا ساتر. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم رياكشن، لكن هالرياكشن راح يكون على سنايبر خلاط. على كلام راعي المقطع انه سنايبر او بي، انه اوفر باور، مش معقول يعني قوي بزياده هذا السنايبر. فراح نشوف هل هي لقطه فيها جليتش، هل هي لقطه فيها سنايبر ما نزل، ما ادري صراحه. راح نشوف مع بعض في هذا المقطع. فقبل ما ابدا المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه، كنتم مشتركين ما بقينا شيء على 500,000. شكرا لكل الداعمين وشكرا لكل اللي حاطين كود في اس ال، وباذن الله اسماء المنتسبين في اخر المقطع. خلونا نبدا في المقطع. بسم الله. اوكي بسم الله. طبعا كالعاده تريك شوت، بس هذا تريك شوت كيف؟ اوكي. اوه بالجمب وخذ اللانش هذا. لا 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 لا، والله العظيم لقطة رهيبة، اقسم بالله رهيبة. اوكي، هذا قاعد تشوفه من فوق. شوف الظل حقه فوق اليمين. تكذئ الاجل ها؟ القم القم. طيب هذه لقطة قديمة. او طور ثاني. والله هذه اللي صار جلتش. They're hacking. They're cheating. هاك. يا ساتر، سمعت كم طلقة؟ بيفجر بيفجر. لا الو. يب. اوه زي ما قلت لكم بيفجر. والله فجر ام البنزين اللي موجود. اوكي ايش قاعد تصير؟ هذا وش اللي قاعد يدور حاله؟ هذا حق الديسكو. طيب كيف؟ هل هو مترقص يعني، ولا لقطة قديمة ولا جديدة، ولا ما ادري. اوكي. ها؟ داخ راسي. ها؟ اي داخ راسي يا شيخ. وش ذا؟ شو مسوي هو؟ والله داخ راسي يا شيخ. يلف يمين يسار يلف معه. اوكي. اح هذا المكان دايم يجيبون فيه العيد، دايم يجيبون فيه العيد. لقطات كذا يا طيحه يا جلتش يصير. اوكي طيب يبغى يطيح. لا ودعنا للقاء. والله بلع نسمت على اخر شيء يعني ما تفجر من... اوه فوق الكرتون، جلتش كرتون اللي تذكرونه. اوكي يا ساتر كلهم على كرتون يا ساتر. والله حركة رهيبة صراحة، بس اتوقع انهم شالوها اتوقع. اوكي. اتوقع بيسوي لي سبرايز هذا. شلون ما نط طيب؟ حتى طلع صوت النطة. اوكي، في ناس سارة راقين فوق. فايت، يا ساتر. مات! بس ما نحسب له الكل. والله حركة يعني قاعد يحتري في الزون، ما حد توقع انه هنا. اوكي تراو وشو؟ اوه قاعد يكتبون ترافيس سكوت ديم. اتوقع ما بيكملونها. اتوقع ان ترافيس سكوت قطم الحركة رهيبة عيال. لحظة لحظة شوفوا كيف. يا ساتر الحركة يمين بالله رهيبة. لازم نعتمدها ذي، انه تنحاش مع خويك. والله رهيبة مرة، اقسم بالله رهيبة. يا ساتر. اوكي. ذا ايجنسي، ايجنسي دايم فيها جلتشات زي ما قلت لكم، جلتشات البوتات، جلتشات ثانية، اي جلتش. اوكي. طيب. علي الواحد طاح. ولقى قدامه واحد مفهي قاعد يمدكت. اوكي هذا ما يدري انه في الكرتون. اوكي هذا بوت، مره بوت، هذا بوت حقيقي يعني. اح والله عطاه بالبيكاكس. خل الطقطقة تنفك الحين. اوكي بيطير بلنش، لا يكون بيشيله بالبو. يا ساتر حظه. والله حظه مخيس اللي ضده. والله هو تاخر باللانش بس اوكي. يقطع ام الحظ المخيس، يقطع ام الحظ المخيس. يا ساتر
اوكي اتوقع انه يرقى فوق هذا. لا والله بيسوي تريك شوت. يا ساتر الايم، والله ايمهم اس كذا سيده طلقه على طول تجي سيده. طيب اتوقع بتنفجر بعد شوي هذا الشيء اللي هو النطيطه، او بتنفجر اللي تحت يمكن. القم دايم زبلان، دايم فيه مشاكل دايم. طيب هذا في كل حلقه يطلع معنا سكن هذا كذا، وبيك شيلد كل سكن ازرق. بقوم خويه الحين ما شوفه للحين، طبعا بيجي خويه يقوم الحين. شو والله اني داري، والله اني داري، اقسم بالله ما شفت اللقطه ولا شيء من قبل، بس توقعت والله توقعت. اوكي ركب معه. طيب وش سالفة؟ بيموت؟ اوكي لقطة جدا عادية هذه، بس الحركة رهيبة بنفس الوقت، انا نزل وراح قتل اللي ركب معه. طيب هذا الطور اللي ذيك مرة اقول لكم ما ادري وش ذا الطور، طور غريب. اوكي انا ما فهمت هذه اللقطة، زي ما قلت لكم انه ما ادري وش اللقطة بالضبط. هكر هذا ولا ايش؟ وشلون مو قاعد دمج قبل شوي وشلون؟ والله جد شلون؟ سمعت صوت طقة انتو؟ الطلقات كلها قاعد تجي بصوت غريب، اللي هو اتوقع كأنه يطلق على طيارة او شيء زي كذا. اوكي ضبطها له. مفهين ولا يطلقون ولا شيء. اوكي اللقطة اللي بعدها يا جنسي. بيجيب العيد بالطيحة او بتدف طيارة. والله العظيم اني قايل لكم، والله قايل لكم خلاص حط اللقطات اللي زي كذا. اوكي سبرايز هذا معلق، بس مو قايل يدمج، مو ملقلق هذا. بنقى 17 14 حلو يا اللعبة، اهلي اللعبة. والله اللعبة ما ادري ايش وضعها. طيب اتوقع البوت بيشيله. وشلون؟ وشلون؟ اوكي هذا تريك شوت اللي يو ساتر. يا اخي رهيبة الحركة، يبغالي اخذ مظلة واجرب، والله جد اقسم بالله يا اخي رهيبة رهيبة رهيبة. انا ودي ما اشيل المظلة بس عشان تريك شوت هذا او اللقطات هذه. من بوت شاله، البوت شاله يا عيال. اوكي وبقاعد يدمج اللي ضده. اربع طلقات من ثلاث طلقات ما تدمج فيها ولا شيء، بعدين دمج 23 بس. ايش قاعد تسوي ذا؟ سوى بالرايفل على بعد 100 259. يا ساتر يا ساتر يا اللقطة يا ساتر. يا اخي هل هم محظوظين ولا ايش؟ اوكي هذا ما وصلت الطلقة الاولى ولا وصلت الطلقة الثانية. هذا مف فيه، هذا فيه بس ما دمج، هذا فيه مد. وش ذا اللعبة؟ هذا المقطع عبارة عن ناس ما يتدمجون، ما ادري ايش السالفة، هل هم هكر الجليتش؟ ما ادري والله ما ادري. اوكي هي ثلاثة اتوقع بيطيح طيحة غبية. اح جي 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 جي، والله جي جي، الطيارة قامت تتنكس بس ايش قاعد تسوي؟ اوكي اللقطة اللي بعدها شو شبانين؟ دبابة يسار، قاعد تشوفون دبابة يسار؟ يا ساتر. الو اهلين جلتش، هذا جلتش ولا وشو؟ ولا مسرع اللقطة ولا ايش؟ ما ما حمل عند العالم. جي جي يا ساتر. عموما بس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله المقطع عجبكم، لا تنسون زر اللايك. شفنا الرشاش السنايبر زي ما قلت لكم في بدايه المقطع، او سنايبر الرشاش اللي يطلق ورا بعض، ما ادري ايش سالفه الجلتش هذا، ما يمكن لاقي، ما ادري صراحه. عموما شكرا على الدعم، شكرا على كل شيء تقدمونه، وبس اشوفكم على خير، سلام.